راح نروح حق زميلتنا ديما دحدل، وايضا راح نتكلم عن طبيعة الأكل اللي تكون داخل المدارس، طبيعة المقاصف، نوعية الأكل. فيا ريت ديما، يمكن هذه الأمور لها دور كبير في تعزيز حتى النمط الغذائي الصحي لدى الطلاب داخل المدارس، وهذا يمكن الهيئة العامة للغذاء والتغذية راح نتابع وتتابع أيضا الإشراف على المقاصف المدرسية من خلال الدورة التدريبية المقامة لمشرفي هذه المقاصف بمختبرات الهيئة في منطقة شويخ. يا ريت تكلمينا أكثر حول هذا الموضوع. نعم زميلي نجيب، صباح الخير لك وللزملاء والأستاذة المشاهدين. يعني كما قلتم الآن كنتم تتحدثون في الاستوديو عن التنشئة الاجتماعية، وأيضا المهم أيضا أن تترافق أيضا مع تنشئة صحية جيدة. لذلك اليوم الحديث عن موضوع المقاصف المدرسية وما يقدم فيها هو أمر في غاية الأهمية، لأن الفئة المستهدفة اليوم هم أبنائنا الطلبة، ويجب أن تكون تغذيتهم صحية ليكون أيضا يعني تنشئتهم صحية في هذا الإطار، وتعزيز أيضا مستواهم الدراسي. وأيضا نتحدث اليوم عن هذه الدورة المقامة هنا والتي تقيمها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ضمن طبعا مشروع تطوير المقاصف المدرسية بالتعاون طبعا مع وزارة التربية، وذلك لطبعا إعطاء الكثير من المعلومات للمفتشين المسؤولين عن المقاصف المدرسية، اطلاعهم على الشروط الواجب توفرها في هذه المقاصف، ما هي الأغذية المسموح والممنوع تواجدها في ايضا المقصف المدرسي، إضافة الى اللوائح والنظم الموجودة في حال لا سمح الله هناك أي مخالفة كيف يتعاملون مع هذا الموضوع. هذه الأسئلة وغيرها نحيلها طبعا إلى أهل الاختصاص، ويسعدنا أن تكون معنا متواجدة الأستاذة نوال الجزاف وهي أخصائية الغذاء والتغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. صباح الخير أستاذة نوال، حدثينا اليوم عن هذه الدورة والهدف منها. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اليوم متواجدين في مبنى الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتأهيل المفتشين بتطبيق لائحة المقاصف المدرسية مع انطلاق العام الدراسي المقبل إن شاء الله. طبعا هذه الدورة ستنعقد على مدى يومين، اليوم الأول راح تضم اللائحة تعريف كامل باللائحة الخاصة بالمقاصف المدرسية، وهذه اللائحة تحتوي على مجموعة من المواد. الشق الأول من هذه المواد يحتوي على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مبنى المقصف، أيضا الاشتراطات الصحية المفروض توافرها في الشركة اللي راح تأهل أو اللي راح تستثمر داخل المقاصف المدرسية. الشق الثاني اللي هي تتوفر فيها الأغذية المسموح بتداولها داخل مبنى المقصف المدرسي، وهذه التغذية الخاصة بالتغذية المدرسية مبنية على معايير خاصة في التغذية السليمة واحتوائها على المجاميع الغذائية الستة. جميل. أيضا نتحدث أكثر عن الاشتراطات وأيضا الأصناف المسموح والممنوع تواجدها في المقاصف. طبعا احنا أساسا الأسس التغذية السليمة لطلبة المدارس تتفاوت الاحتياجات ما بين طلبة المرحلة الابتدائية للمرحلة الثانوية، فإحنا هذا البرنامج يخدم فقط المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي. عادة هذه المعايير تعتمد على وجود المغذيات الأساسية مثل الكربوهيدرات اللي يقدر ياخذها الطالب من التوست، الصمون، الفطيرة، وعندنا منتجات الألبان وعندنا العصائر. والعصائر بس أحب أنوه أن هناك معانا شركات تعاونت مع الهيئة على مدى 5 سنوات سابقة ولا زالت بأنها أزالت السكر المكرر من العصائر واعتمدت على سكر الفاكهة نفسها في الفاكهة نفسها. أيضا عندنا الخضار المقطعة، الفواكه المقطعة بدون إضافة عصير، عندنا أيضا المقرمشات مثل النفيش اللي هو القليل الملح، وتم أخذ معايير أن تكون الأصناف الموردة أو المستثمرة للمقاصف تكون قليلة في محتواها من السكر والملح وخالية من الدهون المتحولة.
أيضا يعني يتبادر إلى الذهن أيضا سؤال عن الأطفال الذين لديهم حالات خاصة ولديهم غذاء معين، كيف تتعاملون أيضا في المقاصف المدرسية مع هذه الحالات؟ طبعا أشارت اللائحة ولم تغفل عن هذا، لأن العيال في المدارس محتاجين إلى احتياجات خاصة، مثلا مو بس حتى حساسية الغذائية، أيضا عندنا اللي يعانون من سمنة، اللي يعانون من سكر أو أمراض مزمنة مثل أمراض القلب، ففي هناك شق باللائحة وتقدر الإدارة المدرسية تطلب من الشركات، علما أن احنا يعني استوفينا 26 شركة مؤهلة لهذا العام، 6 منهم هي شركات كبيرة في التغذية ومتخصصين فيها كأخصائيين تغذية، يقدرون يوردوا لنا الأصناف الخاصة في الطلبة اللي عندهم حالات خاصة. شكرا جزيلا لك أستاذة نوال على هذه المعلومات، حقيقة يعني كما قالت الأستاذة نوال يجب التنوع وأن يكون غذاء الطالب صحي ومتنوع، لأنه دائما نقول بأنه أطفالنا وطلبتنا هم أمانة في أعناقنا، ولأن دائما يعني العقل السليم في الجسم السليم. هذا كان كل شيء نجيب، وأعود لك مرة ثانية إلى الاستوديو. كل الشكر لك زميلتنا ديما دحدل مراسل قناة الأخبار، والشكر أيضا موصول لضيفتك الكريمة.